الضريبه المضافيه، شايف علي اني ملزم. اليوم قام مدير ضريبه الدخل ومدير الضريبه الاضافيه بزياره الغرفه التجاريه. احنا نحرص على دوما نكون الحاضنه لتجارنا الاعزاء، بيدفع عن حقوقهم بشكل عام. اجتماعنا مع اليوم مع مدراء الضرائب هو بأكد على التعاون مع تعاون الغرفة التجارية مع كافة مؤسسات محافظة طولكرم للتخفيف على تجارنا وعلى العباء الاقتصادية اللي احنا بنمر فيها بالوقت الراهن. المباحثات ما بيننا وبينهم هي للتخفيف عن تجارنا بالوضع الاقتصادي الصعب جدا، التعامل بروح القانون، ياخذوا بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصاديه انها صعبه جدا، ما نشدش على التجار، يكفي انه في تباطؤ في الاقتصاد بشكل عام، ليس الضغط كله على التاجر بشكل عام، يعني التجار ما بيتحملوا الضغط الكثير، نتمنى من الاخوان مدراء الضرائب التعاون. نعم التجاوب، نعم نتمنى طبعا انهم يكونوا متجاوبين ومتعاونين معنا في هذا الموضوع. كانت مبادره منا انه نزور الغرفه التجاريه يعني زياره مجامله وشراكه لتحسس مشاكل التجار والصناعيين اللي بتمثلهم الغرفة التجارية ومحاولة حل المشاكل والإشكاليات إن وجدت بالتعاون والشراكة. اجتماعنا اليوم مع الغرفة التجارية هو يعني سلسلة اجتماعات بحيث إنه يعني خلينا نقول اجتماعاتنا أو إحنا أطراف مكملة لبعضنا، عمرنا ما كنا يعني إحنا طرفي نقيض، بالعكس يعني سواء كان المكلف او سواء كان الضريبي الكل الهدف يعني واضح له. طبعا احنا عارفين احنا شو هدف الضريبه وشو هدف طبعا نقول المكلف، فبالتالي احنا ما بنصيرش نقول طرفي نقيض، بالعكس احنا كلياتنا في مركب واحد. طبعا اكيد في ظل احنا لا شك انه احنا بنعيش بظروف صعبه، وبالتالي احنا كضريبي بننظر لهذه الظروف اللي بتواجه الوطن كامل والمكلف بشكل يعني خلينا نقول المواطنين برضه في طولكرم، بناخذها في عين الاعتبار عندما بننظر في اي قضيه امامنا.